السيدة الزهراء سلام الله عليها، انظر يأتي الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: يا بنت رسول الله، هل لنا شيء من الطعام؟ شوف العلاقة بين الزوج والزوجة، شوف الخطاب الحلو، شوف الزوج تارة يقول تكرم مرتي، زين؟ وشوف أمير المؤمنين يقول: إذا نظرت إلى فاطمة زالت عني الهموم والأحزان. أمير المؤمنين يتعامل مع فاطمة: يا بنت رسول الله. والزهراء تقول: يا أبا الحسن. شوف الاحترام بين الزوج والزوجة. يدخل عليها أمير المؤمنين: يا بنت رسول الله، هل لنا شيء من الطعام؟ تقول: يا أبا الحسن، والذي عظم حقك علينا، ليس لنا طعام منذ يومين، كنت أطعمك طعامي وطعام الحسن والحسين، أؤثرك على نفسي وعلى أولادي. التفت إليها أمير المؤمنين: يا بنت رسول الله، لماذا تعملين بذلك؟ قالت: يا أمير المؤمنين، يا أبا الحسن، إني أستحي أن أكلفك ما لا تقدر عليه. إذا نسواننا كلتهم بهذا النموذج، أكو مشكلة بعد بالبيت؟ تجي تقول له أريد الآن أشتري بدلة، فلانة عدها بدلة وعدها ذهب وهيك لابسة وهيك مسوية، يقول لها: والله ما عندي، ذاك زوجها عنده، ما عنده. تقول: مشكلتك، روح اقترض الداين، طلع لي من تحت الأرض. هذه زوجة. وانظر إلى فاطمة تقول: إني أستحي أن أكلفك ما لا تقدر عليه.